أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، حل تدريبات كتاب جيم 2022 يونت 2 الوحدة الثانية لسن 1 أند 2 الدرس الأول والثاني. طبعا هنبدأ بالفوكابلري اكسرسايز تدريبات الكلمات في صفحة 75. نمبر 1 بيقول لي آيا إز أنيرس، آيا بتكون ممرضة. شي هيلبس هير نقط تو كيب هيلثي، بتساعد نقط علشان يبقوا صحيين، يبقى بيشنتس وهما المرضى، كلمة بيشنتس مرضى. نمبر 2 فلافل از ا نقط ميل ان ايجيبت، يبقى نقول الفلافل اللي هي الطعميه از ا تراديشنال، طبعا تقليديه، ميل ان ايجيبت، تراديشنال بمعنى تقليدي او قديمه بمعنى اصح ان ايجيبت، اللي هو نمبر بي. نمبر 3 شي وركس ات ا هوسبيتال، هي بتعمل في مستشفى. شي از وركينج از ا تشيلدرنز، طبعا اورد طبعا اللي هي عاوز يعني جناح الاطفال كده، يبقى اذا هنا نختار كلمه وورد اللي هي لو في طبعا جايب لنا هي او ان يبقى نختار معها وورد فقط، لكن ما ينفعش نختار اورد اللي هي دي بمعنى جائزة او منحة، احنا نختار وورد اللي هو قسم او جناح للاطفال at the moment في هذه ايه اللحظة، يبقى اذا هنا مومنت بمعنى اللحظة، نبقى نقول كلمة وورد بمعنى جناح. ساعات بيجيب لنا هنا ايه او ان هنا بتكون مش متصلة بها اللي هي ادوات النكرة فقط، لكن ما ينفعش نقول الايه اللي هي لازقة في وورد، لا احنا نقول وورد فقط. نمبر 4 هي ماسنت نوت هيز كار هير، يبقى هي ماسنت بارك هيز كار هير، ما ينفعش يركن عربيته هنا. نمبر 5 وي ديدنت تيل اور ماذر اباوت ذا بريزنت، طبعا احنا ما اخبرناش مامتنا على الهديه علشان تو جيف هير ا سربرايز، علشان نعطيها مفاجاه. نمبر 6 ماي فادر سكار، عربيه ابي ازنت وركينج، ما بتعملش، سو هي توك ات تو ذا ميكانيك، هو خدها للميكانيكي تو ريبير ات يصلحها. نمبر 7 ذا بوليس اوفيسر، ضابط الشرطه، درايفز اراوند ذا سيتي، وصل عبر المدينه او تجول يعني او ساق او قاض عبر المدينه، تو نقط شور يبقى تو ميك شور لكي يتاكد ذات بيبل ار سيف، الناس امنه. نمبر 8 هي انسرز كاستمرز، طبعا كاستمرز اللي هم الزبائن، كولز مكالمات الزبائن، كاستمر بمعنى زبون، ان ا بيج ستور في المحل الكبير، هي از نوت وركر يبقى كول سنتر وركر، هو عامل رئيس او عامل كده زي ما يكون عامل رئيسي بيعمل بيشتغل، هو تعبير عندنا اسمه كول سنتر وركر عامل رئيسي. نمبر 9 افتر ا لونج داي فول اوف ورك، بعد يوم طويل مليء بالعمل، بيبول شود هاف، طبعا المفروض يحصل على ريست راحه. نمبر 10 تشيلدرن شود بي كيرفول، يجب ان يكون اطفال حريصين، وين ذي باي ذير سينجز، لما بيشتروا اشياء فروم ستريت فول سيلر، طبعا من بائع الطعام في الشارع، ستريت فود سيلر برضو تعبير عندنا. نمبر 11 هي ليفز نيكست دور، هو بيعيش جنبنا، يبقى هي از ماي نيبر، طبعا يبقى نيبر هنا بمعنى جاري. نمبر 12 ماهر توك ابوت، خد قارب تو سيل ات سي عشان يبحر في البحر. نمبر 13 ديف بيبول، الناس الصمة، كوميونيكيت طبعا ان ساين لانجوج، طبعا بيتواصلوا بلغة الاشارة، لو هنا في اشخاص كنا عادي كنا ناخد ويز، لكن هنا ان. الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 76 بيقول لي هي نقط هيز هاند اند سيد جود باي، يبقى على طول نقول هي ويفد هيز هاند، يعني هو رفع ايده او شاور بايده او ويف يعني يلوح او يشاور بايده وقال لنا مع السلامه جود باي. نمبر 2 هي سيلز ميني سينجز ان ذا ستريت، بيبيع حاجات كتيره في الشارع، هي هاد سمول ستول، يعني عنده كشك صغير. نمبر 3 نقط هاز تو ميك شور، لازم نتاكد، ذار بيبول بيبول ار سيف ان ذا ستريت، الناس امنه في الشوارع، يبقى البوليس اوفيسر ضابط الشرطه. نمبر 4 اي وود بريفير، انا افضل استي ات هوم، ان انا ابقى في البيت، يبقى بريفير تو والمصدر. نمبر 5 انوت بيرسون، الشخص از بيرسون، والشخص هو كانت هير، ما بيسمعش وادف الصم. نمبر 6 هي لايكس دروينج، هو بيحب الرسم، هي وونتس تو بي، عاوز يكون ارتست فنان. نمبر 7 ذا كيبورد، دلوقتي المفاتيح ازنت وركينج، ما بتشتغلش، اي نيد تو ريبير ات، محتاج نقط عشان يصلحها، كمبيوتر انجينير، مهندس الكمبيوتر. نمبر 8 اي ونت تو باي ا جاكيت، رحت علشان اشتري جاكيت، اند هي نوت تولد مي، واخبرني ذات ذا بلاك وان ووز ذا بيست، ان هو الاسود هو الافضل، يبقى على طول اللي هو الشوب وركر اللي هو العامل في المحل. نمبر 9 شي از ليرنينج، هي بتتعلم نقط، شي وونتس تو امبروف هير هاند رايتنج، عاوزه تحسن الخط بتاعها، يبقى على طول كوليجرافي اللي هو فن الخط. نمبر 10 ماي ماذر اسكد مي تو باي هير تو نوت اوف بينز، يبقى عاوزين نقول تينز اوف بينز، يعني علبتين فول، طلبت مني على الشارع علبتين فول، تينز اوف بينز. نمبر 11 ماي سيستر اولويز هيلبس، مام بتساعد امي، اند باي ميني فروتس، وتشتري العديد من الفواكه والخضروات، يبقى على طول شوب في المحل. نمبر 13 هي از سيتنج، وقاعد نقط ذا تري، الشجره، يبقى باي ذا تري جنب الشجره، ذير از نو سان اندر ات، وما فيش تحتها شمس، يبقى على طول نختار باي ذا تري بجانب الشجره، ما ينفعش يقول طبعا فوق الشجره او على الشجره، يبقى باي ذا تري بجانب الشجره.